هبه ابو العلا مدير اداره الكباري بشركه المقاولين العرب. اهلا بيكي، شرفتينا بحياه جديده. اهلا بحضرتك. اهلا. يعني اول ما شفتك فكره ان المراه المصريه وجودها في مشروع قومي ضخم زي ده، البدايه كان التعامل عامل ازاي؟ والله هو احنا يعني يمكن شركه المويل العرب بصراحه احنا بنشتغل فيها من ساعه ما اتخرجنا، هو ما عندناش تفرقه بين الراجل والست، احنا بنتعلم وكلنا شغالين تيم وورك. احنا شغالين في مشاريع قوميه كبيره، يعني تقريبا 90% من المشاريع القوميه اللي في البلد شركه المويل العرب مشاركه فيها، واحنا بنشتغل فيها سيدات ورجال، ما فيش اي فرق بين الاثنين. دلوقتي المشاريع الضخمه اللي احنا بننفذها، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كانت الاول الفكره ان انت بتاخدي محور زي ده طوله 15 كيلو، كانت الشركات ممكن تنفذه مثلا في 10 وفي 15 سنه. دلوقتي لا، انت بتعملي مشاريع بسرعه جدا وكواليتي عاليه جدا وبتقنيه حديثه كمان، مش بتختاري المشاريع المتكرره ولا المشاريع اللي هي خلاص ما بقاش فيها اي ابتكار. في تقنيه معينه علشان نقدر يبقى فيه سرعه في التنفيذ، لان يعني ما اكذبش على حضرتك كتير مننا جدا كمصريين واحنا قاعدين بنشوف يعني السرعه في الاداء بنخاف. طب دي المشاريع زي دي احنا كنا بنسمع انها بتحتاج 10 سنين 15 سنه، طب ازاي اتعملت في سنه؟ فبنقلق، طب هو الكوبري ده صالح يا جماعه؟ طب هيفضل لحد امتى؟ دي كلها اسئله بتيجي في دماغ المصريين ودماغ كل الناس اللي بتتفرج. تمام. السؤال ده مهم جدا، لان فعلا احنا بقينا نعمل ريكوردز، يعني احنا في كباري زي لما جه الرئيس امر بتطوير مدينه نصر، احنا في كباري تقاطعات عملناها في 52 يوم. يعني الكوبري اول ما ابتدى لحد ما العربيات مشيت عليه في 52 يوم، وكنا بنعمل كاونتنج داون بان النهارده اليوم الفلاني باقي من الزمن كذا. ليه؟ لان منطقه حيويه زي دي انت داخله تطوري فيها فكره ان انت تقعدي سنه وسنتين و10 سنين زي زمان ما بقتش موجوده. وفي نفس الوقت التقنيه اللي انت بتقولي عليها سيستم البري كاست، احنا دلوقتي معظم الكباري بتبقى بري كاست. يعني ايه بري كاست؟ يعني حاجه بتبقى انت شغاله في تاسيس الكوبري وانت بتصبي الهيكل العلوي بتاعه بره كذا مجموعه في كذا مكان بالظبط كده. فبيبقى الوقت اللي انت بتنفذي فيه الاساسات بتاعت الكوبري، الهيكل العلوي للكوبري بيتصب في جزء تاني وبيجي يركب مباشره، فده طبعا بيقلل المده الزمنيه. ده غير ان احنا برضو المشروعات الكبيره دي والسرعه اللي احنا بنعملها فيها ادت اكسبيرينس لكل الشركات المصريه عاليه جدا. فهم دلوقتي تم عمل اثقال للشركات المصريه ان هم بقوا قابلين لاي تحدي. يعني محور زي محور فريق كمال عامر، فعلا احنا لو بنعمل له خطه زمنيه من 10 15 سنه كنا هنعمل له خطته الزمنيه 10 سنين. وخصوصا كميه التحديات اللي في المشروع اللي قابلتنا والمشاكل اللي قابلتنا، سكه حديد ومترو حديد وغيره ومرافق وقاطنين، انت فجاه بتقولي لهم اطلعوا من بيوتكم وانا هنفذ مكانكم كوبري، فاهمه؟ في كتير من اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي يقول هستفاد ايه من الطرق والكباري؟ يعني ما مش هتفيدني حاجه، مش هتاكلني ولا هتشربني. هل طرق وكباري زي دي ومحور زي ده ومع الربط بمحور رود الفرج او كوبري تحيا مصر هيفرق في الحركه المروريه؟ هيعود على المواطن المصري ازاي؟ هقول لحضرتك الجزء اللي حضرتك بتقوليه ده كان بيتقال الاول، اما الناس ابتدت تجرب هي فعلا بقت حاسه بالفرق. يعني تطوير المناطق اللي الرئيس امر بيها في معظم المناطق مدينه نصر ومصر الجديده، الناس دلوقتي بقوا حاسين. انت كنت بتروحي الاول المشوار مثلا في نص ساعه، هو بقى خمس دقائق حرفيا انت بتتحركي داخل مدينه نصر كلها. كل التطوير اللي حصل فيه، نفس القصه مصر الجديده، نفس القصه. انت كان ايه المحور اللي بيربط لك بين محافظه الجيزه ومحافظه القاهره غير 6 اكتوبر اللي الناس دلوقتي كلها بقت بتهرب منه وتمشي سطحي؟ فبالعكس انت اي مستثمر يجي عايز يستثمر جوه مصر، هو ايه الحافز ليه؟ طبعا ايه الحافز ليه ان انا عشان اوصل من القاهره للجيزه اعمل مشروع في القاهره وانا بيخدم على اي مصانع او كده في الجيزه عشان اربط بينهم، انا اضيع نص اليوم في ان انا اوصل بين المحافظتين؟ دي حقيقة. لا زي طبعا انا زي ما مسافر بره وبنشوف الطرق والكباري وبنشوف احنا بناخد وقت قد ايه وعايزه اقول لحضرتك الميزه الاكبر بقى في المحاور دي، انت بتخلقي محاور تنميه. يعني اي محور بيتعمل جديد ثمن الاراضي اليمين والشمال اللي حواليه بترتفع جدا، وبتقدري ان انت تعملي فيها مشاريع مستقبليه، لان اي مشكله لو في ارض في الصحراء ملهاش اي اكسس رود خلاص هو ما بقاش ليها قيمه. اول ما انت بتاكسسي عليها او بتقدري توصلي لها باي طريق بترفعي من كفائتها وبتخلقي فرصه ان انت تقدري تعملي فيها اي مشاريع ثانيه.